أبو إبراهيم اليوم من عجمان سأل ثلاث أسئلة يقول ما حكم الاحتفال بعيد الحب أخي أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لعيد لي الحب ليس في الإسلام شيء اسمه عيد الحب ليس في الإسلام شيء اسمه عيد الحب وإنما الإسلام جاء بالمحبة وجاء بالحب وجاء بالسلام وأما قضية تخصيص يوم من الأيام فلا شك بأن بدعة منكرة لأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا في قول الأئمة المتبوعين المشهورين الذين طبقت شهرتهم الافاق ورضيهم الناس ما في احد منهم قال بان هناك عيد اسمه عيد الحب يحتفل به الناس، والامر الثاني لا شك بان هذا طارئ على اهل الاسلام وهو وارد من ديانات اخرى، النبي عليه الصلاه والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم ولعن النبي عليه الصلاه والسلام المتشبهين، ولذلك لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الاعياد. التي ليست من دين الاسلام والاسلام ليس فيه الا عيد الفطر وعيد الاضحى بارك الله فيك